عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني طلاب مدرسة بهجة العلم في المسابقة الرمضانية فوازير البهجة، والتي سوف يتم بثها يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر راديو البهجة. والآن تابعوا معي إخواني الطلاب هذه الحلقة حتى تتعرفوا على سؤال اليوم، ثم سجلوا إجابتكم في الكشف الذي تم إرساله سابقا. رمضان يجمعنا، رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابنتي. أنا متحمسة لموضوع حلقة اليوم، عن ماذا سنتحدث يا أمي؟ سوف نتحدث اليوم عن نبي من أنبياء الله أيده الله بالعديد من المعجزات بعد أن طلب من الله تعالى أن يعطيه ملكا لا يعطى لإنسان بعده، فاستجاب له الله وأعطاه ملكا وحضارة لم تظهر لأمة من بعده. ما شاء الله، وما هي معجزات هذا النبي؟ أيده الله بالعديد من المعجزات، منها تسخير الرياح له وهي ريح تنفع ولا تضر، وتسخير الجن فقد سخر الله له الجن لخدمته بما ينفع ولا يضر، والتكلم مع ما لا ينطق كالطيور وفهمه لكلامها كما يعرف لغة الحشرات والنباتات وحتى الجماد. سبحان الله، كم هي معجزات عظيمة تدل على قدرة الله تعالى. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن.